بعد الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة ضد مواقع وأهداف حوثية في اليمن، هددت بريطانيا بتنفيذ المزيد. قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في تغريدة على حسابه على إكس أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة، وصل الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة، ما يقوض الاستقرار الإقليمي. تسببت هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بالنزاعات. منذ 19 من نوفمبر ينفذ الحوثيون هجمات دعما لقطاع غزة على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها. هجمات خفضت النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر 30% تقريباً خلال عام واحد. تلك التطورات رفعت أسعار 3 أنواع من التأمين على السفن التجارية، وهي تأمين على هيكل السفينة، وتأمين على شحناتها، وتأمين الحماية والتعويض الذي يتضمن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى. وارتفعت معدلات التأمين بين 15 أضعاف لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر. أما المعدل الحالي لرسم التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات فتراوح بين 0.6 و1% من قيمة السفينة، وهي تشكل مبالغ طائلة، إذ إن السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر هي حاملات حاويات ضخمة أو ناقلات نفط تقدر قيمتها غالبا بأكثر من 100 مليون يورو. وعن هذا الموضوع أرحب بضيفي من أكسفورد، دكتور سامويل راميني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد. أما من عمان فمعنا السيد حسام عايش الكاتب والباحث الاقتصادي، أهلا بكم. أتوجه بداية إلى ضيفنا الدكتور سامويل. دكتور، كبداية لمدخل نقاشنا، بعد أكثر من شهر على الضربات الأمريكية البريطانية لا تزال السفن مهددة في البحر الأحمر، فهل يمكن الحكم على فشل الاستراتيجية العسكرية المتبعة، وهل تتوقعون تغيير هذا النهج العسكري؟ لا يزال الوقت باكرا لكي نجزم إذا كانت هذه المقاربة العسكرية قد فشلت، لأنه أقر دوما أن جولة واحدة من الضربات لن تكون كافية لردع الحوثيين. الهدف هو أن تدريجيا ومع الوقت تقويض قدرة الحوثيين على القيام بهذه الهجمات وعرقلة الملاحة الدولية، وأيضا معرفة مكان تواجد القدرات والبنى التحتية العسكرية للجماعة. إذا لا يمكن أن نجزم أن هذه الضربات فشلت، ولكن لم تمنع الحوثيين من الهجوم على الملاحة حتى الآن. نعم، وفي وجهة نظرك هذه أحولها لضيفنا أيضا السيد حسام. سيد حسام، يعني يقول السيد أو دكتور سامويل أن لا زال الوقت مبكر، لكن عامل الوقت مهم بالنسبة للاقتصاد. كل يوم يعني الدول التي تستفيد يعني تجاريا اقتصاديا من البحر الأحمر تقع على أعاتقها الأضرار. مساء الخير. لا شك أنه من الصعوبة التكهن بالمدى الذي ستأخذه هذه الأزمة في البحر الأحمر، لكن مع ذلك هناك ارتباط بين ما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر وبين ما يحدث من حرب إسرائيلية على غزة، وبالتالي كلما أمكن وقف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة كلما توقفت كل هذه الحالة غير المسبوقة في باب المندب، وبالتالي فإن عدم الربط بين الأمرين هو الذي يؤدي إلى مزيد من التفاقم في حركة مرور السفن والتجارة الدولية من وإلى عبر باب المندب. وكلما أمكن هذا الربط
كلما سهل ذلك تقليل الوقت وأيضا خفض التصعيد، الأمر الذي يؤدي إلى انفراجة فيما يتعلق بحركة السفن، وبالتالي التقليل من أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها سواء الاقتصاد العالمي أو التجارة الدولية أو حتى الدول المعنية مباشرة بما يحدث في باب المندب وعلى طول البحر الأحمر. لذلك عدم يعني هذا التجاهل المستمر للربط بين الأمرين هو الذي أدى ويؤدي إلى مزيد من التصعيد الذي يؤدي إلى تصعيد إضافي مما يقلل من فرص التوصل إلى حل هذه القضية. نعم سيد حسام، أنت ذهبت إلى تحليل يذهب إليها الكثير من المحللين أيضا في المنطقة، وهنا دكتور سامويل يعني أريد أن أناقش معك هذه المقاربة، أن الجانب البريطاني والأمريكي لم يذهبا إلى أصلا مشكلة وهي الحرب في قطاع غزة، واختاروا اتجاه القوة العسكرية في البحر الأحمر. هل كان يملك أو تملك واشنطن ولندن هذا الخيار بالاستثمار أكثر في وقف وإنهاء أصل الأزمة التي حركت الحوثيين في المنطقة؟ بكل تأكيد أعتقد أن هناك إذن علاقة مباشرة بين الحرب في غزة وهجمات الحوثيين، ولا يمكن إيقاف الهجمات الحوثية إلا من خلال وقف إطلاق نار بين غزة وإسرائيل، وحتى فترة الهدنة المؤقتة التي رأيناها سابقا لن تكون كافية لإيقاف الهجمات، وأيضا إمكانية هجوم إسرائيل على رفح أدى إلى توتر في التعاون بين إسرائيل ومصر، وهذا قد يعزز من المشكلة. إذن طبعا حل طويل الأمد للحرب في غزة هي الطريقة الأمثل لإيقاف هجمات الحوثيين على الملاحة. لا أعتقد أن الحوثيين يودون حربا طويلة الأمد مع بريطانيا والولايات المتحدة، لأن هذا سوف يؤثر على قوة الجماعة في اليمن، ولا يودون أيضا حربا مع السعودية وهي في هدنة منذ عام، فمعالجة الحرب في غزة سوف يعالج مشكلة الحوثي. نعم، في انتظار هذه المعالجة وحل معكم أيضا النقطة الاقتصادية، لأنه الآن الأرقام توضح طبعا ارتفاع أسعار الشحن، كذلك البدائل أصبحت مكلفة والدول المشاطئة بشكل خاص. هنا معك سيد حسام، بالنسبة لمصر ولو أن وزير المالية المصري والجانب المصري صرح بأنه القاهرة حتى الآن استطاعت امتصاص الضرر على إيرادات السويس، لكن إلى أي مدى ستستطيع هذه الدول امتصاص الأضرار حتى الآن؟ يعني لا شك أن حقيقة تراجع حركة الحاويات أو سفن الحاويات عبر قناة السويس بنسبة تقارب 67% يعطي انطباعا عن حجم الأضرار، سواء كان للتجارة العالمية من جهة أو لمصر من حيث الرسوم التي تتقاضاها. وبالتالي كان هناك حديث عن انخفاض في إيرادات مصر بحوالي 46% ل 50% عما كان متوقعا، الأمر الذي أدى إلى مشكلات تتعلق بالعملات الأجنبية في مصر وفي من عكس ذلك على سعر الجنيه المصري وعلى الاحتياطيات النقدية، خصوصا وأن مصر في العام الحالي 2024 عليها التزامات بسداد حوالي ما يزيد عن 42 مليار دولار، ولذلك لنا أن نتخيل حجم الضرر الذي تتحمله مصر مما يحدث الآن في باب المندب. أكثر من ذلك التجارة الدولية تتضرر، وبالتالي فهل الكلفة يعني بذل جهد لوقف الحرب في غزة يعني أكبر من الكلفة التي يمكن أن تتسبب بها هذه الأزمة؟ هذا هو الموضوع. الموضوع الآخر له علاقة أيضا بارتفاع كلفة التأمين. التأمين ارتفعت بين 5 إلى 10 أضعاف سواء على السفن أو البضائع، وهذه كلف كبيرة يتحملها المستهلكون، ناهيك عن أن يعني كلف المخاطر أيضا زادت، كلف حتى على صعيد الوقت، يعني عندما تذهب حول رأس الرجاء الصالح الوقت التسليم للسلع والبضائع المختلفة
بالإضافة إلى أن المواعيد تغيرت، فإن هناك أوقاتا وكلفا بزيادة عدد أيام من 10 إلى 15 إلى 20 يوما، وهذا كله لا شك ينعكس مباشرة على الاقتصاديات العالمية وعلى سلاسل التوريد وعلى حتى المواعيد المتعلقة بتسليم الشحنات سواء كانت سيارات أو أثاث أو غيره من البضائع. صحيح. الأمر الذي يؤدي إلى خلل في هذه السلسلة من سلاسل التوريد. نعم سيد حسام، ربما المتضررين ما عدا الدول المشاطئة طبعا كذلك أوروبا بالنسبة للشحنات. وهنا دكتور سامويل نتحدث عن الاقتصادات الكبرى المتضررة على غرار عدد من الدول الأوروبية، لكن كذلك الصين، ولو أن الصين طرحت أيضا كخيار من أجل الوساطة مع إيران على أساس أن إيران لديها سلطة على الحوثيين، فكيف يمكن أن نقرأ هذه المقاربة أيضا في إدخال محاولات بريطانيا وأمريكا لإدخال الصين على الخط؟ بكل تأكيد هناك أثر كبير على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك تراجع العوائد من قناة السويس وارتفاع كلفة التأمين. والأمر الوحيد الذي لم يحدث بعد هو رفع أسعار النفط، ولو حصل فالوضع سوف يكون أسوأ بكثير. بالعودة إلى موقف الصين، أعتقد أن الصين لديها الكثير من النفوذ الاقتصادي على إيران، ولكن لم تستخدم هذا النفوذ أو ليس لديها القدرة بالتأثير على السلوك الإقليمي لإيران الذي تنفيه هذه الأخيرة، وأيضا التأثير على الوكلاء خاصة الحوثيين والهجمات على الملاحة الدولية والهجمات على المصالح الأمريكية. رأينا الكثير من التقارير منذ بداية الحرب، وطلبت الولايات المتحدة من الصين أن تقنع إيران بأن تخفض من هذه السلوكيات العدوانية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولكن لا يبدو أن الصين استطاعت القيام بذلك، ولذلك عززت من تعاونها مع دول المنطقة مثل السعودية، وأيضا بشكل عام الصين تتعاون مع السعودية حتى خلال حرب اليمن في السابق، وبالتالي الصين تتحمل مسؤولية أمنها ومن خلال إجراءات ردع، ولا يمكن أن تستخدم الدبلوماسية حاليا لإقناع إيران بتغيير مسارها. وصلت الفكرة دكتور سامويل راماني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، شكرا لك على مشاركتنا النقاش، والشكر موصول لك أيضا سيد حسام عايش الكاتب والباحث الاقتصادي، كنت معنا من عمان.